افتكر حادثه غريبه جدا ومش عارفه اذا كان في سياقها ان انا اقولها ولا لا. لما الفنان الكبير العظيم العبقري نور الشريف توفى الله. يعني اشرف زكي يعني يبس في الطلبه انه مش معنى هو بيطلع في التلفزيون فنان كبير ده يخصكم. فاكر ان هم تواجدوا بشكل كبير في العزاء وتواجدوا في حاله اضافه نظام للمكان. طبعاً. يعني انا حبيت ان دكتور اشرف زكي بيخلط ما بين الانسانيات والفنون بشكل وخاصه ان النجم الكبير نور الشريف ولاء وانتماء للمعدن. اقول لكم بعض الاسرار التي يجب ان تقال. كان يكلمني يقول لي شوف مين طلبه مش قادره تدفع المصاريف. نور الشريف كمان كده بعت له كشف يبعت لي الفلوس. اقسم بالله جه بعدها بسنه كلمني قال لي اشرف هو المعهد فيه سوريين؟ قلت له اه. قال لي طب شوف لي مين منهم مش قادر يدفع الفلوس. قلت له يا خبر ابيض. فقلت له سكت كده. قال لي يا اشرف احنا بنرد جميل. الناس دي وقفت معانا وان الاوان ان احنا نرد هذا الجميل. الله يرحمه ويغفر له. ايه ده؟ استاذ نور لاخر لحظات كان المعهد بالنسبه له يعني هو بيته الثاني. اما حد يروح له اقول له انا طالب في المعهد او انا خريج معهد هو اللي قدم. يعني هو اللي قدم مجموعه كبيره جدا منه يعني في الدالي وفي غيره مجموعه كبيره جدا من الشباب في اعماله. كان حريص في كل اعماله يقدم نجوم من نجوم الطلبه وخريج المعهد. اللي حضرتك بتقوله ده ثلاث حاجات. واحد انه هو يعمل كده فهو انسان عظيم في كل الاحوال. اللي بيدين بالولاء والحب لاي مكان سواء مدرسه او جامعه او حي ده شيء عظيم. الشيء الاعظم انه عمره ما قال كده. يعني عمري ما شفت نور الشريف بيطنطن او بيمن انه عمل ده. الحاجة الثالثة وهي الأقل أهمية إنه ده إكسكلوسيف وأول مرة حد يعرف الموضوع ده عن نور الشريف. تحية كبيرة للفنان نور الشريف. إيه ده؟ إيه ده؟ أنا طول عمري بحبه بس أنت زودت محبته في قلبي أكتر.